وصحبه أجمعين. وبعد سنن الصلاة تنقسم سنن الصلاة إلى السنن الخاصة بالفرائض والسنن المشتركة بين الفرائض وبين النوافل. فالسنن الخاصة بالفريضة أربعة، السنن الخاصة بالفريضة أربعة. أولى هذه السنن قراءة ما يتيسر من القرآن بعد الفاتحة، والثانية القيام لها، والثالثة الجهر، والرابعة السر. فقراءة ما يتيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من سائر الصلوات للإمام والمنفرد خاصة دون المأموم، فالسنة في حق الإنصات في الصلاة الجهرية. وأما في السرية فقراءته مستحبة، فلو قرأ سورة في الثالثة أو الرابعة فلا سجود عليه اتفاقا، ولو قرأ سورة في الثالثة والرابعة فلا سجود عليه على المشهور خلافا لأشهب. ويكره في الثانية سورة قبل الأولى وتكريرها في الثانية، والأولى بمعنى التنكيس، يكره التنكيس وهو أن يقرأ في الأولى في الثانية سورة قبل الأولى. لكن من زاد في الثالثة والرابعة فلا سجود عليه على المشهور، ومن زاد في الثالثة أو الرابعة فلا سجود عليه اتفاقا بالنسبة لسجود السهو. مفهوم عليها؟ دليل سنيتها وعدم وجوبها حديث أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب. شنية؟ في الصلوات اللي فيها في الصلوات الأربعة، لأن الظهر والعصر والمغرب، الظهر والعصر والعشاء والمغرب في ركعة واحدة مش تزيد. إذن السورة سنة، وهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة السورة، لأنها تشتمل على قراءة السورة، وتشتمل على صفتها من جهر أو سر، وعلى قيام لها. ثانيا القيام لها، أي القيام للسورة للإمام والمنفرد. وأما المأموم فتجب عليه متابعته للإمام، فلو استند المصلي لشيء حال قيامه بحيث لو أزيل لا سقط لم تبطل الصلاة، بخلاف الفاتحة لو استند إلى شيء في قراءة الفاتحة بحيث لو أزيل سقط تبطل الصلاة. أما في قراءة السورة فلو استند لشيء بحيث إذا أزيل ذلك العماد سقط لم تبطل الصلاة، لأن القيام لها ليس فرضا وإنما القيام لها سنة. فهم. أما لو جلس وهو قادر على القيام فتبطل صلاته للإخلال بهيئتها، والشريعة نحت في الصلاة إلى التركيز على هيئات الصلاة، هيئة الصلاة. إذن الاهتمام بالأفعال أكبر من الاهتمام بالأقوال، فلا بد أن تكون هيئة الصلاة من قيام وقعود وسجود وركوع وجلوس وهكذا. أما الأقوال فليست في مرتبة الأفعال سواء، فكل أفعال الصلاة فرائض، كل أفعال الصلاة فرض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد، والسلام أو التيمم بالسلام. وكل أقوال الصلاة سنة أو مندوبة إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والتسليم. إذن الأفعال أهم. إذن مسألة من استند لشيء حال قراءته للسورة بحيث لو أزيل ذلك سقط لم تبطل الصلاة، أما لو جلس وهو قادر على القيام تبطل الصلاة الإخلال بهيئتها. أما العاجز عن القيام فلقد مواقع عن اللخمي وابن رشد أنه يركع إثر الفاتحة، وقيل جلس وقرأها، وقال ابن عرفة قيام السورة لقارئها فرض كوضوء النفل لا سنة. فقط ابن عرفة قام أن القيام لها فرض، وذلك مثل الوضوء بالنسبة للنافلة، فالوضوء بالنسبة للنافلة فرض،
كالوضوء بالنسبة للفريضة. ولكن مشهور المذهب أن الشخص إذا عجز عن قراءة السورة، عجز عن القيام لها، يستطيع أن يقرأ السورة لكن لا يستطيع أن يقوم لها، فإنه يقرأها وهو جالس، وهو جالس يجلس ويقرأ السورة. الثالثة إذا قراءة السورة القيام لها. الثالثة الجهر بالقراءة في موضوع الجهر سنة، أدناه أن يسمع الرجل نفسه والمرأة دونه فيه، وأقصاه ليس له حد لكن يستحب له في الصلاة ألا يرفع كثيرا، والمرأة جهرها وأدناه واحد. إذن الجهر في موضع الجهر سنة، إلا أن الجهر في الفاتحة ليس كالجهر في السورة، فالجهر في الفاتحة سنة مؤكدة، فمن ترك الجهر في الفاتحة سجد للسهو، ومن جهر في موضع السر سجد كذلك للسهو. أما إن قرأ السورة فجهر في محل السر أو أسر في محل الجهر فإنه لا يسجد، لأن الجهر والسر في السورة سنة خفيفة، وهذه كذلك قد تحفل كثير من الناس فلا يفرقون بين الجهر والسر في الفاتحة وفي السورة. الذي يستوجب السجود السهو هو الجهر في الفاتحة أو السر في الفاتحة، وأما الجهر في السورة أو السر فيها فلا يستوجب شيئا إن أتى بها، أتى بالسورة في محلها من القيام أو من جلوس إذا كان عاجزا عن القيام. كيف يسجد السورة؟ تبطل صلاته؟ تبطل صلاة ماذا؟ قراءة جهر أو العكس عمدا سهل، لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، ليس عليه شيء، لأن السنة خفيفة ليس عليه شيء. ولو لو قرأها عمدا، لو قرأها عمدا ليس عليه شيء، لا يعملها السجود. لو قرأها عمدا السورة عمدا، جهر بها في محل السر عمدا، لا سجود عليه، لا سجود عليه. يجب سجود، يجب سجود، سجود قبلي وإلا بعدي. مثلاً نروح نعمل جهر ويسر، ما تمشي على سجود بعد. لا تبطل الصلاة. لكن العكس. تبطل الصلاة للزيادة عمدا في هيئة الصلاة، لأنه زاد مثل الشخص الذي لم يأتي بدعاء القنوت فسجد له، تبطل صلاته للزيادة عمدا في الصلاة. إذن الجهر بالقراءة في موضع الجهر سنة، والسر كذلك بالقراءة في موضع السر سنة، وأدناه أن يحرك المرء لسانه وشفتاه، وأقصاه أن يسمع نفسه، الرجل والمرأة في ذلك سواء، ويتأكد الجهر والسر بحلهما في الفاتحة دون السورة. هذه سنة خاصة بالفريضة، قراءة السورة القيام لها، الجهر في محله والسر في محله. ثانيا السنة المشتركة بين الفرائض والسنن، أول هذه السنن التكبير، سوى تكبيرة الإحرام، سوى تكبيرة الإحرام، وهل مجموعه سنة واحدة وهو الذي عليه جماعة الفقهاء، أو كل تكبيرة سنة قولان، والذي عليه جماعة الفقهاء أن التكبير كله سنة مجموعه، والمشهور أنه لا سجود في أقل من ثلاث تكبيرات، فلو سجد في تكبيرة واحدة بطلت صلاته على المشهور، وكذا تبطل لو ترك ثلاث تكبيرات سهوا ونسي السجود لها. خلاصة الأمر أن من ترك تكبيرة واحدة لا شيء عليه، فإن سجد تبطل صلاته. كان متعمد أكيد، لو سجد لا أكيد متعمد تبطل صلاته. كان سجد سهوا يعني يسجد سهوا، ومن ترك تكبيرتين سجد تبطل صلاته لأن الجاهل في العبادات كالمتعمد. ومن ترك تكبيرتين فسجد لها فلا شيء عليه، وإن لم يسجد لها فلا شيء عليه، ومن ترك ثلاث تكبيرات يسجد لها فإن لم يسجد لها تبطل صلاته لتركه السجود السهو المترتب على ثلاث سنن خفيفة، وهذا يأتي في مبطلات الصلاة. دليل مشروعيتها حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا التحميد، وهو قول سمع الله لمن حمده، أي أجاب من حمده وتقبل منه، تسن للإمام والمنفرد دون المأموم، فلا تسن في حقه بل تكره. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده بل يقول ربنا ولك الحمد، وكذلك تكره ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام. الإمام لا يقول إلا سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، فإن قالها فهو مكروه. والمجموع سنة واحدة أم كل واحد سنة يزني في ذلك الخلاف في مسألة التكبير. دليل مشروعيتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإلا اللهم ربنا لك الحمد. زوز صحيح. فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن التكبير والتحميد كل تشهد، وقد اختلف في المذهب في حكم التشهدين على ثلاثة أقوال. المشهور أنهما سنة واحدة، أي لفظ التشهد فقط، مش الجلوس للتشهد فقط، لفظ التشهد كلاهما سنة واحدة، وقيل كل واحد سنة وروي وجوب الأخير، ولكن المشهور أن كلا التشهدين سنة. دليل سنيته حديث عبد الله بن محينة، الحديث أمامكم. وأما ألفاظه فقد ورد مختلفة غير متعينة، فدل على أنها غير واجبة، لأنها لو كانت مفروضة لتحددت. واختار مالك رحمه الله نص التشهد الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان يعلمه للناس على المنبر بحضرة الصحابة، ولم ينكر عليه أحد فجر مجرى الإجماع. وتحية الله زكية الله طيبة صلاة الله السلام عليك، حديث معروف. هذا بالنسبة للتشهد. الرابع الجلوس للتشهد إلى القدر الذي يقع فيه السلام. الجلوس للتشهد إلى القدر الذي يقع فيه السلام الأخير، فإن ذلك القدر الذي يقع فيه السلام فرض. التسليم فرض والجلوس له كذلك فرض، لكن الجلوس للتشهد سنة. فالتشهد سنة والجلوس له سنة. خامسا من السنن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، أو الصلاة الإبراهيمية بأي لفظ من الألفاظ الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة أو فضيلة خلاف. دليل عدم وجوبها ما روي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقال: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. فدل هذا على أن الصلاة الإبراهيمية ليست واجبة، ليست فرض. السادسة السجود على صدور القدمين وعلى الكفين والركبتين، أي على الأعضاء السبعة، وتكون الرجلان في السجود قائمتين بطون إبهامهما إلى الأرض. السجدة معروفة قائمتين. السنة الموالية إنصات المقتدي أي المأموم، وهو المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية في الفاتحة وغيرها ولو لم يسمعه لبعد أو صمم، وسواء كان إمامه ممن يسكت بين التكبير والفاتحة كالشافعي أو لا، لابد أن يسكت، وهو أحد قولي مالك وهو المشهور. وروى ابن نافع إن كان إمامه يسكت بين التكبير والقراءة قرأها المأموم حينئذ مراعاة للعرف بالنسبة لقراءة الفاتحة. إن هو الأصل أن السنة أن ينصت المأموم للإمام ولا يقرأ معه الفاتحة. السنة الموالية رد المأموم السلام على إمامه وعلى من يساره، لأن السلام على اليمين فرض واش تبطل الصلاة إن تركه المصلي، أما الصلاة على الإمام وعلى من على يساره فهو سنة. ومحل السنية في الرد على الإمام إن أدرك معه ركعة فأكثر، أما إن لم يدرك معه ركعة فأكثر فلا يسلم على إمامه، لأنه ليس إماما له. ولا يشترط حضور الإمام
بل يرد المسبوق حتى بعد ذهاب الإمام، وهو الذي رجع إليه مالك وأخذ به ابن القاسم، وقيل لا يرد إن ذهب الإمام، والقولان لمالك. إذا سلم الإمام، إذا قضى صلاته وسلم ثم غادر مجلسه، فإن المسبوق له أن يسلم على إمامه، وله أن يترك السلام على إمامه، والقولان مرويان عن مالك. أما محل السنية في السلام على من على يساره، فمن أدرك معه ركعة فأكثر، فإن لم يدرك الذي يجلس على يساره لم يدرك معه ركعة فأكثر، فإنه لا يسلم عليه لأنه ليس جارا له في الصلاة بالنسبة لصلاة الجماعة، لابد أن يدرك معه ركعة فأكثر. إذا لم يدرك معه ركعة فأكثر دل على أنه لم يدرك معه الصلاة. فإن كان المصلي يسلم على اليمين فقط، يسلم على اليمين وعلى الإمام، اليمين على الإمام على اليمين، اليمين فرض وعلى الإمام أي فلسطين. كيف السلام عليكم؟ بكيفية بالضبط؟ كيف ثلاث تسليمات؟ ثلاث تسليمات، لكن بالنسبة مسألة دي بعمل الناس، هذه لا وجود لها. ما عملش هكذا رسول. عملنا كيفية. كيفية السلام بالنسبة للإنسان مأموم. مأموم. بالنسبة للإمام، لأن هذه كذلك فيها خلاف كبير. الإمام إذا خرج من الصلاة قال السلام عليكم. السلام عليكم. إذا كان تلقى إمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، اعلم أنه جاهل. فما حاجتي؟ يا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فيش مشكلة. هذا على المذهب الشافعي والحنفي والحنبلي. على المذهب الملك السلام عليكم فقط. ما يجيش واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله هذا يخلص. وإلا يقول السلام عليكم، السلام عليكم تفضلي. يقول السلام عليكم، السلام عليكم. هذا كذلك يخلص. يا السلام عليكم ويسكت. وإلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان مش يعمل مرتين ورحمة الله. إذا كان فقط على اليمين السلام عليكم ويسكت. المذهب المالكي. أكيد المذهب المالكي. الإمام. الإمام يبدأ السلام من تجاه قبلته. السلام عليكم. ويخطئ كذلك بعض الأئمة. السلام. ما له خير ناس المخرج والمصبوط. لابد من الجزم بالتكبير وبالتسليم. حتى لا تبطل صلاة من وراءك. واحنا في تونس دون ناس مقال اس. كلكم معنا. السلام عليكم. لا يطيل. ما يطيلش. لا يطيل. الآن بالنسبة للمأموم كيف يسلم المأموم؟ المأموم يسلم بهذه الكيفية. الإمام قال السلام عليكم، هو يعمل هكا. السلام عليكم. ما أنا مبداش التسليم من اتجاه القبلة. لا لا. عندما يلتفت بالكلية يقول السلام عليكم. يجهر بالأولى ولا يجهر الزوز يسر بهم. الثاني والثالثة ما يجهرش، يجهر فقط بالأولى. السلام عليكم. يبدأ باليمين وبعد الوسط وبعد اليسار. واليسار إذا لم يكن على اليسار. مش ماشي على اليسار ما يسلمش. يبدأ مسبوق. هو الإمام الإمام قلنا الإمام سواء كان جالسا أو مشى أو انصرف. يسلم عليه حتى بعد انصرافه إذا أدرك معه ركعة فأكثر لأنه إمامه. أما على يساره فإذا كان من على يساره أدرك معه ركعة فأكثر فيسلم عليه. وهل يسلم على يساره إذا بقي الذي على يساره في الصلاة؟ قيل يسلم عليه، قيل يسلم عليه لأنه المسبوق الذي على يساره سيسلم عليه بعد أن ينتهي من صلاته. هو في الأصل ليش سلم على يساره الشخص؟ يعني يرد على اللي سلم على يمينه على يساره. ما هو مش سلم عليك، مش سلم عليه. فأنت ترد عليه السلام قبل أن يسلم عليك باعتبار أنه إذا خرج من صلاته سيسلم على يمينه. وقيل لا يسلم عليه، لكن قول أنه يسلم على يساره. إذا المأموم في أقصى الصف يعني.
بوراح جوش على اليسار حتى بيحطها حيطة حيطة مثلا على اليمين وعلى الإمام فقط قبل العكس شيخ على اليمين عندها تحل على اليمين ذيك لابد من تيمم ليش يسلم مرة ركعة على اليمين ولا هو ليه سنة خطية ولو إن سلمت تسليمة واحد على اليمين إذا التفت كلية البرشا ناس المأمون يجب يسلم تسليم واحدكم هي الفرض شنو هي؟ تسليم على اليمين السلام عليكم كهو. فإذا كانت تلقى برشا ناس السلام عليكم نفس الشيء منا الإشكال كله منا في أنه خذينا الفقه بال عادة كيف أشوف وديما راس ديما طايع في في صميتي الحراس أما من ناحية الفقهية ما فماش هذه كلها هذه طبيعة التراس مش موجودة التاسعة الزائد على الطمأنينة الواجبة الزائد على الطمأنينة الواجبة ظاهر مذهب وجوب الطمأنينة ظاهر مذهب وجوب الطمأنينة وقد ذكرنا ذلك في فرائض الصلاة والواجب منها أدنى لبث واختلف في الزائد هل ينسحب عليه الوجوب أم هو فضيلة ومشهور مذهب أن الزائد على قدر الواجب في الصلاة ليس فرضا وإنما هو فضيلة العاشر الجهر بالسلام مثلا الطمأنينة الشخص شو ما الطمأنينة قال سمع الله من حمده مشهور ربنا ولك الحمد يطمئن ويسكت قليلا الله أكبر فهذه هو في الأصل هي الطمأنينة أدنى الطمأنينة قد ليش؟ حتى القول لا في القيامة أدنى الطمأنينة أنه يستقيم حتى بعض لحظات مش ثانية بعض أجزاء الثانية سمع الله لمن حمده ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر فمش وقت يقول لك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقعد هو أرمز سمع الله الله أدنى ما عملش طمأنينة هذا برشا ناس كيش يصليه هاد قوله الله أكبر الله أكبر هو حتى سمع الله حينه يقوله طالع وربنا ولك الحمد يقوله هابط والتكبير يقوله هابط وأنا في بعض يربح الوقت لكن أدنى الطمأنينة هي سمع الله حينه ربنا ولك الحمد يقعد في سمع الله من حمده دوب ما يقدر لكن الركوع ولا كيامته مستقيم لا عادة التكبيرات وإلى التحميل أو التسميع هذا يقترن بالفعل بمعنى أنه يبدأ عند الفعل عندما يفارق يرفع يديه سامع الله من الحمد وحتى يستقيم ربنا ولك الحمد وهو مستقيم وهو أول ما يبدأ هابط يقول الله أكبر إلى أن يصل لكن بالنسبة للإمام ما يقولش الله أكبر إلا كي يحط يديه في السجود وهذا إذا كان كبير في السن وإذا كان كبير برشا 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 يحط يديه وكيف يحبط رأسه على خاطر هو مزال ما يحبطش رأسه ورخينا فيولي فيه كره مسابقة الإمامي احنا قلناها مسبقة الإمام في التكبير والتسليمة قلناها ولا مسبقة الإمام قلناها في المتابعة ولا قبل وقبل معه ولا تكبير الإحرام ولا شيء كذا لا قبل معه وقبل بعده هذه فمسابقة الإمام في التكبير والتسليم يبطل الصلاة ومسابقته في غير ذلك لا تبطل الصلاة إلا أنها مكروهة تكره لكن تصح الصلاة فالمأموم أو في الفذ الفذ معناها يكبر مع أجزاء ذلك الفعل شيخ الذي يركع قبل الإمام لا تبطل صلاته حتى إذا كان متعمدا لا تبطل صلاته إلا أنه يأثم ولا تبطل الصلاة معناها سبقه بالركوع والسجود سباق بركوع السجود منها يأثم حرام ولا تبطل الصلاة عمدنا حرام ولا تبطل الصلاة شيخ التكبير للقيام الركعة الثانية لا التكبير للقيام الركعة الثالثة
بعد أن يستقل قائما. إيه بعد أن يستقل قائما. وليس لماذا بعد أن يستقل قائما؟ الثالثة. الثالثة. في الثانية هو قائم. هو أعمل هكذا يقول الله أكبر. إيه. هو مش يقول الله أكبر يقول أكبر ويكبر. لكن في الثالثة ليش ما يكبر إلا إذا استقل قائما؟ على الخطر بعدها؟ بعد تشهد. إيه بعد إيه بعد تشهد إيه. أكيد بعد تشهد ما بعد شو؟ لا الخطر بعد. إيه الخطر بعد تشهد. إيش معنى؟ الصلاة بشهد أقل من سنة ينتقل إلى واجب إيه. سؤال لماذا تكبير مثلا في الثانية أو الثالثة في الثانية أو القيام الثالثة؟ القيام للرابعة يكون تكبير أثناء القيام وفي القيام الثالثة لا يكون تكبيره إلا بعد استقلال بعد أن يستقل قائما. هو كلام قريب لأن التكبير تكبيرات الانتقال هذه التكبير كان بين فرضين هو التكبير كله بين زفر بين فرضين تكبير بين فرضين يقول الله أكبر بين زصف فرائض ولكن في القيام الثالثة جاء التكبير بين سنة وبين فرض فأوثر به الفرض هو جاء بين سنة وبين فرض فأوثر به الفرض فلا يكبر إلا إذا استقل قائما أما في القيام للركعة الثانية والقيام للركعة الرابعة هو قيام هو تكبير بين فرضين بين فرض السجود وفرض القيام للفاتحة فلما يؤثر به أحد الفرضين فكبر بينهما فكبر بينهما وفي الثالثة يكبر إذا استقل قائما لأنه كان في سنة فرض ها؟ لأنه كان في سنة وسينتقل إلى فرض وأوثر التكبير في الفرض وليس في السنة يعني في السجود هو قاعد يكبر بعدين في المذهب الشافعي في المذهب الشافعي انه يكبر وهو جالس ثم اثر هذا الحديث فيه كلمه احيانا يكبر وهو جالس هو المذهب الشافعي ذي المذهب الشافعي لكن في المالكيه ما لا يوجد هذا القول لا يكبر الا اذا استقل قائما الجهر بالسلام روى ابن وهب عن مالك يجهر المأموم بتسليمة التحليل دون تسليمة الرد لأن الأولى تستدعي الرد دون الثانية وأما المنفرد فلا يجهر بالنسبة للمأموم يقول السلام عليكم والأخرى كما قلنا لا يجهر بالتسليم وبالنسبة للمنفرد ما يجهرش لا في هذه ولا في هذه بالنسبة للإمام الإمام أكيد عنده تسليم واحدة يجهر بها أكيد بالنسبة للإمام الإمام يقول السلام عليكم أكهو وفي مذهب الإباضي في مذهب الإباضي السلام السلام عليكم أي يقسمها على يقول أنا السلام عليكم كو فخرج من الصلاة في مذهب الإباضي هذا تسليمة واحدة لكن يتيامن ويتيسر بها ماذا الإباضي عمل فيه؟ نعم؟ ماذا الإباضي عمل الدولة كاملة إباضية عمل موافقين سنة ولا لا؟ موافقين سنة ولا لا؟ فيش؟ من أهل سنة والجماعة ولا لا؟ أورش في الفقه هي أننا نختلف معهم العقيدة بتاعهم يعني خوارج يسبوا الصحابة يسبوا الصحابة؟ يسبوا سيدنا علي فقه صحيح فهم تابع السنة لا هم لا يعترفوا بالبخاري ومسلم هم عندهم مسند الربيع عندهم الأحاديث نتاعهم ما يعترفوش لا بالبخاري لا بمسلم في صلاتهم ما يصليوش كيفنا ينفون الرأي شيء ينفون الرأي هم معتزلة في العقيدة معتزلة ما همش موجودين شيء في تونس شوية في جربة في جربة بالنسبة للصلاة مثال في الصلاة السرية ما يقرأوش سورة بكل أربع ركعات كلها فاتحة فقط. وتكبيرة الإحرام الشيخ ما يكبر. ما يهزوش يديهم لا يكبروا ما يهزوش يديهم. يهزوش يديهم. خلاص صلى بواحد حال إبادة أنسى لكن هو لا يرفع. ما يرفعش. خلاص لا يرفع. يعمل تكبير دون رفع يديه.
أقل مذهب فيه الحركات، أقل مذهب كثير عدم غير. ثم أنه إذا كان لم يقرأ الفاتحة مع الإمام، مثال إذا كان أدرك مثال الإمام يركع فركع معه، يركع معه ويكمل يصلي مع الإمام، فإذا سلم الإمام قام فقرأ الفاتحة فقط وجلس وتشهد وسلم. سبحان الله. يعني صليت برضه زيادة. يعني ويش بالجماعة؟ تقول. تقول الصلاة لسد المندوب في الصلاة. مش فرض. شيخ أنت قلت يرفع ويقرأ فيها. إيه هو في مذهب تاعك مش يقرأ ال يجيب الصلاة يجيب الفاتحة لما ما هي واجب يعني. مش يقولك تبطل على علي يعني إحنا. يعمل السجود. تبطل أكيد يعني إحنا تبطل من غير كلام. قبل ما يسمع واحد من الشيخ يعمل بعد السجود بعد ذلك. يعمل سجود إيه. بعد ما يكسر المشروع. زيد لأنه زيد الوقوف. لا الوقوف هذا كذب يجيبه. بالنسبة لي. كذب يجيبه الوقوف هذا. ايوه هذيك هي الزياده اللي باش يعمل عليها سجود. لا ما يعملش فيها، ما يجيبش ما يعملش سجود بعد في الحكايه. يجيب يقوم يجيب الفاتحه بتاعه ويسلم من شعره. ويختلفوا في الاختلفوا الفقه مانيش كيف اختلاف كلي في الفقه. هم في العقيده خوارج يسبوا الصحابه يكفرون بالكبيره. اي يكفرون بالكبيره ويسبون الصحابه. ما سيدنا علي شكون حارب؟ حارب الخوارج. المسيح لا يقدر يقول ما يشكر النار ولا يقدر شكون؟ الفقه في الفقه ما لها الجو الجنة والنار ما نشغل حد شيء برشا أباضية أكيد مش كلهم مش جاب كلهم راه هو أباضية. أنا جاب مش أباضية. لكن هم اللي عايشين هنا مخدين دينهم من تونس معناتها من تونس العاصمة من الشيوخ ما يعتقدوش كيف يعتقدوا الأباضية الأصليين. أكيد نتصور مش كما الأباضية في تونس. أصلاً ما همش طلاب علم ما همش عارفين دينهم من كده معناتها يتعلموا دينهم من الموروث اللي يشوفوا فيه البلاد. لا أنا تعرف لا تعرف حد الذي أعرفه الذي أعرفه الذي أعرفه أنا عرفت الأباضية عن قرب أباضية عمان عن قرب حكم أن أقرأه معي لسنوات عديدة قرينا بعضنا مع الأباضية وتعشرنا وهزيته معي للدار ومشيت معهم للديار ومن ناحية الأخلاقية لا مثيل لهم طيبين على من ناحية الأخلاقية وما تشوف عليهم حتى شيء وصحابهم أكثر من 7 سنين عمرهم ما سبوا صحابي قدامي أي ما ظهروا لك إلا أني وقعت تحت يدي أطروحة تاع واحد أباضي مصلح له أطروحة دكتوراه ما خلاش للصحابة ما خلى لهم حتى شيء اسمها دور الأباضية في التقريب بين المذاهب قلت المشرف قلت له يغير العنوان يغير المحتوى راهو كلها سب لأهل السنة وتروحها كلها يسب في أهل السنة كلها فالحقيقة صدمت أي أصحابي أباضية أصحابي من عمانيين أصحابي لقينا بعضنا ومشاو معي للدار ومشيت معاهم للديار وصلوا وراي وصليت وراهم معناها على تعتقد أنه ما يكلمونك الشر وهم معناها مصاحبينك معناها لاعبين لا ما يكلمنيش الشر يسبوا في أهل السنة يسبوا معنا مع إحنا صاحبت معاهم صاحبت أصحابي معناها لقينا بعضنا و شو يعني يسبوا أهل السنة يسبوا الصحابة لكن ما فيش حاجة ظاهرة أنا نحكي لك أنا عشت معاهم 7 سنين مش شوية نفاق ما تشوف حد شيء عليهم وبالعكس معناها طيبين على الأخر طيبين بالحق طيبين معناها لأقصى الحدود ما عندهمش خبث بكل ما يخدموش مخاخهم حتى طرف ابدا الا انه كي طاحت في الاطروحه هذيك مشيت ناقش واحد اباضي ظهر الغضب في وجهه وقال كذا وبيهم عليهم فتزبط الحقيقه
لكن الى الان عندي حتى تليفونات اصحابي اباضيه ولا اتصلوا ببعضنا وكلموني وكذا، لكن انا تصدمت من خلال الاطروحه هذه. الاباضيه في تونس مش كيف، لانه من اختلاطهم باهل السنه من المالكيه يخلي تقل العداوه هذه، وخلينا وحدهم مسكين ارواحهم. مش شيعة ايران كما شيعة العراق، ومش شيعة العراق كما شيعة لبنان، اخف الشيعة هي شيعة لبنان، ومش كما شيعة اليمن كما شيعة الاخوان الزيدية شيعة اليمن بحال طور دخلوا فيه زيدية زيدية يقولوا بالتفضيل ما يقولوش ما نعرفش سيدنا هنيدي بالتفضيل ما يسبوش ما يسبوش. لكن قرأوا قريت أباضية، أنا قريت جراب قرأ قريتهم في الكلية، ف يحكيوا في الفقه نلقاهم انا شرسين في الدفاع عن المذهب الاباضي وضرب المذهب المالكي، شرس دونك مش ياخذوا في المذهب نتاعهم على المذهب المالكي، عندهم هم معناها كتبهم وعندهم كذا. وتعرف انه في جربه، وانت من جربه، اللي من اعظم المكاتب في الفقه الاباضي لا موجوده في جربه، والعمانيين يجيوا من عمان للمكتبه لان المخطوطات اللي في جربه ماش موجوده في العالم كله. وفهم واحد جربي معروف على الاخر، فرحات الجابيري معروف جربي تزال فرحات الجابيري معناها عنده باسبور دبلوماسي مع عند سلطان قابوس، يقرأ معنا في الكليه، هو استاذ في لافابريل، عنده باسبور دبلوماسي مع عند سلطان قابوس، معناها لا باسبور تونسي شيء، باسبور دبلوماسي سمعني بشيء عمان كما قال هو اغلبيتهم اللي ما يخدمش على الظاهر، يعني عوام الناس ما يعرفوش، عوام الناس ممكن ما يعرفوش، ما يعرفوش المعتقد هذا يسبوا عم يصليوا مثلا يبادي مثلا ما يشرعش كله عنده وضوء مثلا يشتغل ياسر في الوضوء نتاعهم معروف معروف، اما بالمعتقدات ممكن يسبوش طبعا مثل الأنس. نحكي الأباضية في تونس مش الأباضية الأخرين، الأباضية الأخرين معناها وقع تحت يدي معناها الأشياء هذيك تروحها موجودة معناها تروحها موجودة في الكلية، لكن يخالفونا في الفقه، يخالفونا في الفقه ما يصليوش كيفنا، ما يقراوش الصورة مثل في الصلاة السرية ما يقراوش الصورة. وعندنا احنا مشهور المذهب المالكي، هو أقوال مشهورة في المذهب، لكن مشهور المذهب المالكي اللي نفتي به في تونس أنه الصلاة باطلة، ليس بطلان، ليس لمن لفساد العقيده، لكن في لفساد العقيده اكيد صلاته راهو باطله، وراء انسان اللي يسب الصحابه صلاته باطله. ما الملك قال لا تجوز صلاته، بل قال لا يصلى عليهم بالنسبه للخوارج، قال لا يصلى عليهم ولا يعاد مريضهم ولا يذهب في جنازتهم، قالوا ولا يدفنون في مقابر المسلمين. مالك كان يتشدد في المسائل العقيده، فاذا كان واحد يسب الصحابه لو قلنا من ناقض الوضوء بكري سب الصحابة، سب الصحابة من ناقض الوضوء معناها صلاته باطلة، فأنت تصلي ورا واحد صلاته باطلة إذا كان هو يسب في الصحابة، ما نعرفش أن الإنسان هذا أكيد الشيعة كلها صلاته باطلة غير ولا حد شيء، بيمشي يوم القيامة وين الصلاة؟ مشيت هذيك على روحه ولا شيء. القرآن والسنة وصلنا عن طريق الصحابة، إذا سبيتهم هم ولا قطعت فيهم ما نجم زيد. هذا هو الإشكال. إيش خلاه؟ وين سبوا في مرة؟ على كل على كل حال، طبعا احنا كملنا السنة، مندوبات الصلاة. أول ما يندبوا في النية. احنا مش نشوفوا مش مندوبات بالتفصيل، لكن مندوبات معناها إجمالا. ما يندبوا في النية. يندب في النية استحضار نية الأداء أو القضاء، يندب استحضار نية الأداء أو نية القضاء، خروج من خلاف القائل بوجوبها، يندب كذلك عدد الركعات، واستحضار امتثال أمر الله تعالى بتلك الصلاة، واستحضار عظمته سبحانه وأنه لا يعبد بحقنا سوى. فيندب استحضار الصلاة هل هي أداء أو هي قضاء، وعدد الركعات. يندب في تكبيرة الإحرام رفع اليدين حذو المنكبين أو قريبا من الأذنين، في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
ولحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. والحديثان صحيحان، مسألة رفع اليدين في أحاديث صحيحة بالرفع وأحاديث صحيحة بعدم الرفع، أحاديث صحيحة في تكبيرة الانتقال. ولحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه، مسألة رفع اليدين في أحاديث صحيحة، وإن كانت أحاديث الرفع أكثر من أحاديث لا عدم الرفع، صدر شيء ورفع شيء. وهنا يختلف العلماء في مسألة الترجيح، هل يرجح بكثرة القائلين أو بقوة الحديث؟ هذا خلافنا بين العلماء. هناك من يرجح بكثرة الأحاديث، إذا كان يلقى أحاديث أكثر في الرفع فيقدم على أحاديث عدم الرفع، وهناك من يسوي بين الأحاديث، يقول لك مدام في أحاديث هذا صحيح وهذه صحيح، ثم قد يرجح بقوة السند، ممكن أحاديث صحيحة هذه كلها صحيحة، كلها أحاديث صحيحة، ولكن هذا حديث صحيح سنده أقوى، فيقول هذا يقول لك هذا يرجح بقوة السند على كثرة القائلين، فهذا خلافنا بين العلماء مسألة الترجيح، لكن هذا في حديث صحيح أو أحاديث صحيحة وهذا في حديث صحيح. لما كان ظاهر النقل في مسألة الرفع مش مسألة في مسألة رفع اليدين حذو منكبين، لأنه يعني فيه رفع اليدين حذو منكبين وفيما قريبا من الأذنين، أهل الملكية يعملوا هكا، هو منها على كل حال ما ماش إنه بالطريقة هذه إنه يحط وراء الأذنين، ما فماش، لكن العادة هي التي جرت بذلك. لما كان ظاهر النقل يدل على الاختلاف فقد سلك العلماء في مسلك الجمع والترجيح، والجمع أولى من إسقاط أحد الحديثين، أما الترجيح فإن حديث ابن عمر أصح سندا من حديث مالك بن الحويرث، وأما طريق الجمع فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحاذي بكفيه منكبيه وبأطراف أصابعه أذنيه، معناها كفين يحاذي بهما منكبين وبأطراف أصابعه أذنيه، هو تقريبا يقول له حتى أعلى، فهذا يجب يكون تقريبا في نفس المستوى، مش قريبا أما في نفس المستوى بتاع الأذنين، حاذيم فرد، شفت هذا فرد نيفو، تقريبا فرد نيفو، وهذه تقريبا فرد نيفو مناها الأصابع. وأما رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام فقد اختلف النقل فيه عن مالك، فروي عنه جواز الرفع في الركوع وفي الرفع منه، وهو اختيار ابن العربي وغيره، واستدل بأدلة كثيرة منها حديث ابن عمر المتقدم، وروي عنه عدم الرفع فيهما وهو الذي عليه عمل المالكية، لأن راوي رفع اليدين وهما علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يرفعان أيديهما ولم يكون ليترك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عنه إلا وقد قامت عندهما الحجة بتركه. وهذا كذلك من الاختلاف بين العلماء، هناك من يقدم عمل الراوي على روايته، وهناك من يقدم الرواية على العمل، فأحمد يقدم الرواية على العمل، ومالك يقدم عمل الراوي على روايته لأنه أعلم بما يروي. فهذه مناهج العلماء، مناهج، فمن يروي الرفع لا يرفع، فهو يروي الرفع ولا يرفع، لماذا؟ ها؟ فلهذا مسألة يجوز لشخص أن يرفع ويجوز له كذلك عدم الرفع. والصحابة كبار الصحابة لا يدخل نس شيخ، ها يدخل نس، يعني كان في بداية صلى الله عليه وسلم في بداية فعل يرفع، ثم عند مدام أبو بكر والتزمه وعمر يعني ترك الرفع، وربما كان لا يرفع ثم رفع، وربما رفع احيانا وترك احيانا، هذه يكون اقل رفع وترك، ثبت عن ابي بكر رضي الله عنه بما انه هو ملازم النبي صلى الله عليه وسلم دائما فدائما، سيدنا عمر وكذلك سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا علي بن ابي طالب تصور انه من اهم في حجر الرسول مش يخلي سنه، سيدة عائشه
السيدة عائشة الراوي أنها ما كانش تقبض، مش ما كانش ترفع، ما كانش تقبض. مسألة القبض مسألة أخرى. والمروي عن كثير أنهم لم يكونوا يقبضون في الصلاة. يعني يسدد يسدد. السيدة عائشة كانت تسدد. أكيد يجوز مجنون. وإن كان المندوب أنه واحد يقبض، لكن من صلى بالسدل كثيرون صلوا بالسدل. السيدة عائشة كانت تسدد، وعبد الله بن عباس كان يسدد من الصحابة، وقيل أن أبو بكر كان يسدد، وعروة ابن الزبير كان يسدد، والحسن البصري كان يسدد، وابن سيرين كان يسدد، وسعيد بن المسيب كان يسدد، وسفيان الثوري كان يسدد، وعبد الله بن مسعود كان يسدد، وعلقم النخعي كان يسدد، والأسود بن يزيد النخعي كان يسدد، وحماد بن سليمان كان يسدد، وأبو حنيفة كان يسدد. ما انا برشا كان يسدد موجودين في الموطا تبعو. لا مش موطا هذا، هذا نحكي لك في التاريخ، في كتب التاريخ. لكن الإمام لم يروي في الموطا انه بالسجن بل بالقبض. إيه ما مش نحكي لك الإمام مالك، مالك ما فيش رواية عليه بالسجن إلا ما ذكر إلا ما ذكره ابن القاسم في المدونة أنه سئل عن القبض في الصلاة فقال لا أعرفه فقط. لكن نحكي لك شكون سدل من العلماء. في حديث ضعيف، حديث رواه عاصم بن قليبة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم صلاة صلاها بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى سادرا. حديث لكنه حديث ضعيف، في الحديث حديث ضعيف، لكن من سدل من الصحابة ومن التابعين كثر الذين سدلوا من الصحابة دي والتابعين. سعيد بن المسيب هو رأس علماء المدينة ورأس فقهاء المدينة، والثابت عنه أنه كان يسدل. فكيفاش بين رأس فقهاء المدينة وعروة بن الزبير؟ وشكون كان يسدل؟ شكون عمته؟ سيدة عائشة كانت تسدل، أخذ السدل منها. فالمسألة مش نقول أنها ناس اسدلوا إلا أقبضوا، ولكن نحب نقول راهم أنها لا يمكن لا, لا, لا ينبغي أن ننكر على من يقبض ولا لا إنكار مسألة إخلاف، لا ننكر على من سدل ولا ننكر كذلك على من قبض. ما تؤديش هذه الى خلافات. والله هذا صلى سادلا، صلى سدل من سدل من هو خير منه، وهذا صلى بالقبض قبض من هو خير منه. وهذه مسائل ما تؤديش الى الطعن في صحة الصلاة. الصلاة صحيحة، والذي يجمعنا اكثر من القبض والسدل. يجمعنا هو الأخوة الإسلامية والإيمان واصل الإيمان والعقيدة، هذا هو الذي هذا الذي يجمع بين المسلمين. والا فان هذا مثل قبض وهذا سدل، الاخير من قبض وسدل مش يؤدي الى الطاعه وتبطل الصلاه وكذا ويا كافر وكذا وتخالف السنه. بكي واحد من الطلبه حتى في الازار قال لك السنه منها الازار، خطوطه منها ازار وعلى بهما ار في لافيولي منها. هذيك سنه عادات، سنة نبوية فيها سنة مؤكدة وسنة عادية وسنة عادات. عادة النبي صلى الله عليه وسلم أو عادة قومه أنهم كانوا يلبسون الإزارة. اليوم ما تنجمش تلبس الإزار، مش معناها الإزار مش باهي، العرف تغير. وإلا من الإنسان إذا كان الإزار نحكي على إزار النبي صلى الله عليه وسلم مش الإزار أكيد منا كيما في اليمن. هذا هو الإزار، هو اليمن ولا جنوب شرق آسيا، مش منا. لا ننكر والله الإزار، من النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار ما أحلى الإزار عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن اليوم كي تخرج تلبس الإزار تولي منها مطعم شيث في القوم. في تونس؟ في تونس بالعكس، ولا كثر تحكي عادي ولا خارج الحمام. هيك خارج الحمام، هيك شيخ مش معنى يتعارض مع اللبس يدخل في لباس الشهرة، يدخل في جلب الانتباه. ف المسائل هذه تؤخذ منها شوي مش بك الطريقة هذيك انه وقبض وسدل وكذا. إيه قبض وسدل قبض وكذا هذا سنة وثابتة، وهذا روي عن كثير من الصحابة والتابعين
لا ينبغي فيه أن ننكر على بعضنا البعض. السؤال في النية. هناك خلاف بينهما، هناك الوجوب، هناك النية. مش بسأل تعيين يندب تعيين النية من القضاء أو الأداء. هو الندب ليس الوجوب. خاطر كل خلاف القائل بوجوبها، لكن استحضار نية أداء القضاء هو المذهب. ما يندب في القيام يندب إرسال اليدين بوقار، يندب إرسال اليدين بوقار، ويجوز قبضهما في النفل مطلقا، وذلك لجواز الاعتماد في النفل من غير ضرورة، فإن قصد به التسنن فمندوب، أما الفرض فيكره فيه القبض إن كان بقصد الاعتماد، فإن فعله تسنن لم يكره بل يندب. وتعليل كراهة القبض الاعتماد يكون معتمد في المذهب، وهو الذي عليه جمهور فقهاء الملكية. فالقبض ليس مكروها لذاته، وإنما هو مكروه لأنه إذا قصد به الاعتماد في الصلاة، يعني الاعتماد في الصلاة كما قلنا في صلاة في قراءة الفاتحة، إذا اعتمد على شيء بحيث إذا أزيل سقط تبطل الصلاة، وإذا اعتمد على شيء بحيث إذا أزيل لم يسقط تكره الصلاة. وفي الفاتحة وفي السورة إذا اعتمد على شيء بحيث إذا أزيل العماد سقط لا تبطل الصلاة، هذا قلنا في أول الحصة. واختلفت الرواية عن مالك في ذلك على ثلاثة أقوال. الأول لا بأس بذلك في النافلة والفريضة، قول أول مالك أنه لا بأس بالقبض في النافلة والفريضة، وهي رواية أشهب عن مالك. والثاني الاستحباب فيهما، وهي رواية مطرف وابن المجشون وإحدى روايتي العراقيين. والثالث لا بأس بذلك في النافلة وكريهه في الفريضة، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وهذا هو المشهور المذهب وهو القول الثالث. وأما القاضي عبد الوهاب فقد حصل اختلاف الرواية عن مالك في أمرين، الاستحباب والجواز. أما الكراهة فهي غير واردة على أصل مشروعية القبض، وإنما على ما يطرأ عليها من سوء الامتثال، وهو الاعتماد والاتكاء. ودليل رواية الاستحسان عن مالك عن سهل بن سعد الساعدي الحديث، وعن عبد الكريم البخار الحديث في الموطأ. كما يندب تفريج القدمين قليلا بأن يكون المصلي بحالة متوسطة في القيام، فلا يضمهما ضما شديدا ولا يفرجهما كثيرا، وإنما هو بين بين ك عرض تقييم العرض الكتف حتى الوقفة كتف. الرابع ما يندب في القراءة، مندوبات كثيرة. ما يندب في القراءة يندب أن تكون القراءة بعد الفاتحة في الصلاة المفروضة سورة كاملة، سورة كاملة، فلا يقتصر على بعضها ولو على آية ولو من الطوال، فالسورة مهما قصرت أفضل من بعض سورة ولو كثرت الآيات. هذا في المذهب. ويندب قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية، لأن ترك القراءة ذريعة إلى التفكر والوسوسة. كما يندب تطوير القراءة في الصبح والظهر بأن يقرأ فيهما من طوال مفصل من الحجرات إلى النازعات، والمفصل يبتدئ من سورة الحجرات إلى الناس، ويكون التطوير للفذ أو إمام جماعة معينين رضوا بالتطويل، إمام جماعة معينين رضوا بأن يطول الإمام، وإلا فالتقصير في حقه أولى إذا كان يرضى بالتطويل حتى يشاف قائم بالتقصير، حتى لو كان واحد ما يقول صلي قصر يجب يصلي قصر في الصبح. لا مش في الصبح، ما هو يسن التطويل للصلاة، يسن التطويل في الظهر الصبح طويلة الصبح، هذيك المقدسة بعدها في طول الظهر، بعدها في طول العشاء توسط، بعدها العصر، وبعدها المغرب. ظهر صبح ظهر عشاء عصر مغرب. يكون التطويل لفذ أو إمام جماعة معينين رضوا بالتطويل، وإلا فالتقصير في حقه أولى، لأن الناس قد يكون فيهم ضعيفة وذو الحاجة فيضرهم التطويل. ويندب التوسط في صلاة العشاء فيقرأ فيها من وسط المفصل من عبس إلى الليل، وتقصير العصر والمغرب فيقرأ فيهما من قصار المفصل من الضحى إلى الناس. يندب تقصير قراءة الركعة الثانية عن الأولى في كل الصلوات، قراءة في الثانية أقل من القراءة في الأولى. يندب للمفارد والمأموم التأمين مطلقا فيما يسر فيه وفيما يجهر فيه،
أما الإمام فيؤمن سرا في الصلاة السرية دون الجهرية على المشهور. يعني يجب عليه في الصلاة السرية الإمام بعد ما يكمل فاتحة يقول أمين أكيد. يجب عليه أن يؤمن في الصلاة السرية دون الجهرية. في الجهرية مش يجب عليه أن يؤمن وإن كان في المسألة حديثين. أما الإمام فيؤمن سرا في الصلاة الجهرية دون الجهرية على المشهور. في المندوبات يؤمن في السرية إلا في الجهرية. يعني شيخ يندب في السرية أو يندب الإمام في السرية أن يؤمن يندب. وفي الجهر به قولان، الأول وعدم التأمين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن موافقة تأمين تأمين الملائكة. والثاني التأمين لابن العربي وغيره أن الإمام إذا تم قراءة الفاتحة يؤمن لحديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة أنهما أخبراه أن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإن موافقة تأمين وتأمين الملائكة. فالحديثين صحيحين، حديث أن الإمام يؤمن وحديث أنه لا يؤمن لفعله صلى الله عليه وسلم. من حديث وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. وعن ابن شهاب قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. على كل حال في مسألة تأمين الإمامة قولان مشهوران. في المشهور أقل شيء الفتوى أن الإمام في الجهرية لا يؤمن. لا يؤمن. في السرية يندب له أن يؤمن. يندب له أن يؤمن. المأمومي يؤمن في الجهرية أكيد دون السرية. هل صوت واحد يندب يندب لا منها لك على كل حال فمش هو مثال أخطاء مثال الإمام يكون مثال ولا الضالين ها لو خلينا يطولوا يقول لا هي تاخذ وقتي ما تاخذش اصلا تطويل في اليمين اي هو انا بل هذيك مدبية لكن إما لكن ما هي هي تأخذ كان وقتين آمين آمين ويندب في مسألة آمين إذا الإمام كان يقصر إذا قصر الإمام في الضالين مش بقصر قصر التأمين توسط توسط أطال يطول إذا كان عمل حركتين في الميم يعمل حركتين في الليم إيه إذا كان قال ولا الضالين آمين قال ولا الضالين آمين قال ولا الضالين آمين أهلين آمين هو كل خضير وقدر واحد زوز واحد أربعة واحد خمسة واحد ثلاثة مسيبة هي على كل حال يجوز هكذا وهكذا بالنسبة للمأمون وإن كان المذهب أن الإمام لا يؤمن في الجهريتين. محل تأمين المأمون في الجهر إذا سمع قراءة إمامه وأما إذا لم يسمعه فقيل يتحرى ويؤمن وهو لابن عبدوس وقيل لا يؤمن وهو لابن رشد وهو الراجح إذا لم يسمع تأمين إمامه. الخامس ما يندب في الركوع تسوية الظهر والعنق فلا يلكس رأسه ولا يرفعه لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ما يهبطش ما يخليش روحه ولا لا هكا ولا هكا الزاوية قائمة بسم الشيخ في الرأس ينظر الأصابع في الرأس ينظر الأصابع في الركوع مش محل السجود ووضع اليدين مفرقة الأصابع على ركبتين وتمكينهما منهما مفرقة أصابعين يفرق بين أصابعين لحديث أبي حميد الساعدي
رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من منكب من ركبتيه ثم هصر ظهره أمال مع استقامة غير تقويس ويندب نصب الركبتين دون إحنائهما الركبتين يكون منصوبين ما همش معوجين ومجافاة المرفقين على الجنبين للرجل بأن يجنح بهما تجنيحا وسطا لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه وأما المرأة فلا تجافي بين مرفقيها بل تضمهما إلى جنبيها لأن ذلك أستر لها كما يندب التسبيح بلا حد بأن يقول سبحان الله بحمده أو سبحان ربي العظيم وبحمده ونحو ذلك لحديث عبد الله ابن مسعود هذا ما يندب في الركوع ما يندب برشا بذات المندوبات ما يندب حال القيام بعد الرفع من الركوع قول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد للمنفرد والمأموم أما حال الرفع من الركوع فأقول إمام الفذو سمع الله بحمده فقط في لفظة ربنا ولك الحمد أما ربنا محمد زوز زوز لو أن يقول ربنا ولك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد ولك الحمد الزوز اللهم ربنا ولك الحمد هذا قول من القاسم ونجم يقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات الحديث معروف حال رفع الركوع يقول الإمام والفذ سمع الله لمن حمده المأموم يقولش حال رفع من الركوع سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد يكره للإمام أن يقول ربنا ولك الحمد ويكره للمأموم أن يقول سمع الله من حمده ما يندب في السجود تمكين الجبهة والأنف جميعا من الأرض أو ما اتصل بها أو بهما وتقديم اليدين على الركبتين حال الانحطاط وتأخيرهما عند القيام للقراءة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ووضع اليدين حذو المنكبين حذو المنكبين معناها تقريبا في الأذنين حذو وين نحن مش عارف حذو الأذنين وبحذا هكا معناها في السجود ما يحطوش قدام يلزم أنه يكون هكا تقريبا هذه هكا وهذه بحذا الأذنين في شكل تقريبا مثلث في شكل مثلث متساوي الأضلاع بحيث تكون أطراف الأصابع حذو الأذنين أطراف الأصابع حذو الأذنين مع ضم أصابع اليدين ورؤوسهما في اتجاه القبلة لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة يندب الرجل بعادة ما بين المرفقين وما بين العضدين والركبتين وما بين العضدين والجنبين لحديث ميمونة بمعنى أنه ما يخليش صدره لاصق لاصق للفخذين يباع ويكونوا هذوما لاصقين للجنبين حديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه أي جنح بينهما تجنيحا وسطا حتى يرى وطأ أبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى ويسمى الافتراش ينجم يحط هكا لأنه لطول السجود ما ينجمش يقعد برشا هكا فيتك على يديه ما فيش إشكال بالنسبة لي لطول النافلة كما يندب مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه فلا يجعله عليهما وفي الكل تكون المباعدة وسطا أما المرأة فتكون منظمة في جميع أحوالها يندب رفع اليدين على الأرض لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك فضلك وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولو سط أحدكم ذراعيه انبساطا الكلب ويندب أيضا أن تكون العجيزة أرفع من الرأس لحديث أبي إسحاق رضي الله عنه قال وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنه فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد عجيزة الخلفية وأخرى يندب التسبيح أي ويندب التسبيح والدعاء في السجود بلا حد كان يقول سبحان ربي الأعلى بحمده ونحوي
ذلك، وفي الدعاء سواء تعلق بأمور الدين أو الدنيا له أو لغيره يقدم التسبيح على الدعاء. على كل حال نكمل. نعم. في أيام أي. يجيبون يا ولا لا، يقدم ركبتين فرفع اليدين فتكون يدين. ينتبه. يخلي يديه آخر حاجة ترتفع عن الأرض. يعني يرفع الركبتين قبل رفع اليدين. في ال جلسة الاستراحة ما يكونش بين ملكية. ملكية لا يكون بجلسة الاستراحة. ملكية لا يكون بجلسة الاستراحة. شايف في القيام من الأرض، في القيام من السجود. يعني ركعة ولا ركعة. إلا ركعة. ينتبه قبل يدين. يهز قبل يدين. لا يهز ركبتين قبل يدين. يهزين الرفع يهز يدي يهز ركبتين قبل يدين. يهبط يديه على ال يهبط يديه قبل في النص الأربعة في الركعة الكل في ليش تكبير حرام كان في الهوية الرفع لا 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 لا